يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. حقيقة كنت حابة أتكلم مع حضراتكم في البداية كده عن موضوع مهم جدا. بقالنا فترة كل شوية بتخرج علينا إشاعة متعلقة بنقص بعض السلع الغذائية، خلينا نقول السلع الاستراتيجية كمان، من الأسواق، إن كان من منافذ الاستهلاكية أو حتى من السوبر ماركت. خلينا نتكلم عن النقطة دي شوية كده باستفاضة. الأمن الغذائي الحقيقة هو من أهم الملفات اللي أي دولة في العالم لما بيكون في أزمة بتركز عليها، بيكون هو من أولوياتها. فبالتالي وبما إن إحنا في أزمة عالمية دلوقتي، فكل الدول بتركز على هذه النقطة أو على هذا الملف تحديدا. عشان كده من أول يوم كان قرار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفاته للحكومة بأنه لازم يكون عندنا مخزون استراتيجي آمن وكافي من السلع الغذائية. امبارح كان في اجتماع لسيادة الرئيس لمتابعة حجم المخزون من السلع. خلال الاجتماع تم التأكيد على أنه عندنا مخزون من القمح يكفينا لحد شهر إبريل اللي جاي، وبالمناسبة كمان هيبقى وقتها يعني بدأنا في موسم الحصاد. طب الزيت عندنا مخزون لحد 120-23، السكر يكفي لحد شهر فبراير، علما كمان بأن الموسم الجديد للسكر هيبدأ في يناير. أما بالنسبة للرز فإحنا عندنا منه اكتفاء ذاتي. اللحوم الطازجة الاحتياطي بتاعها يكفينا لمدة سنة كاملة. أما الاحتياطي الاستراتيجي من أهم سلع وهو القمح بيكفي 6 شهور. هو ده التحدي اللي الحقيقة طبعا بتركز عليه الدولة عشان المواطن يقدر في أي وقت أنه ينزل السوبر ماركت أو منافذ المجمعات الاستهلاكية يلاقي كل السلع اللي هو محتاجها. والحقيقة أنه بسبب النقطة دي تحديدا وزير التموين دكتور علي المصلحي امبارح وجه رسالة للمواطنين وقال ما تضيعوش وقتكم مع الشائعات، احنا عندنا مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية يكفي احتياجاتنا لفترات طويلة. ده تنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي دايما بيؤكد على انه لازم يكون عندنا تأمين متواصل ومستمر لكل المنتجات الأساسية والغذائية. والحقيقة يمكن عدت علينا أزمات زي كورونا والأزمة الحالية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والحقيقة احنا ما واجهناش يعني نقص في السلع الحمد لله. الحقيقة كمان توجيهات سيادة الرئيس امبارح كانت واضحة للمسؤولين بالمحافظة على استمرارية الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، ودي نقطة مهمة جدا. وانتهى البساطة ده بيهدف للحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، لأنه ممكن يكون السلع موجودة لكن أسعارها خلينا نقول متباينة من تاجر لآخر أو تكون أسعارها مرتفعة جدا، فهتبقى صعبة طبعا حتى إن هي لو موجودة تبقى صعبة على خلينا نقول الجزء الأكبر من المواطنين. هي كمان نقطة تانية وهي فكرة إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية. كمان مهم جدا إن احنا نأكد على ضرورة الدور الرقابي للسوق، لأنه انضباط السوق واستقرار الأسعار محتاج رقابة ومتابعة قوية من الجهات المعنية. ويمكن إحنا ما عندناش تسعيرة جبرية، لكن فكرة ضبط السوق يعني الحفاظ خلينا نقول على هامش ربح يعني في مستوى معين أو زي ما بيقولوا كده برينج معين، ده مهم جدا، وده اللي أكد عليه وزير التموين وطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي تاجر أو سوبر ماركت يحاول رفع الأسعار بدون مبرر أو إنه حتى يحجب السلع، وقال إنه هيتم تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لأي مخالفات تتعلق بالتسعير أو إخفاء السلع. أكد كمان على مصادرة أي كميات أرز مخزنة خارج المنظومة مع مراجعة أسعار السلاسل التجارية مع حدوث انفراجة قريبة في صرف الشحنات المتأخرة من السلع الغذائية. الحقيقة إنه تصريحات وزير التموين بتأتي بالتزامن مع تصريحات صادرة من أمين عام اتحاد الغرف التجارية، واللي أكد إنه خلال أسبوع كل مستلزمات الإنتاج المحجوزة في المواني هيتم الإفراج عنها وإن كل المصانع ستعمل بكامل طاقتها الإنتاجية. خليني أرجع مرة تانية مع حضراتكم لنقطة فكرة الإبلاغ عن أي تاجر إن كان بيرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وبدون مبرر أو حتى بيحجب السلع. بطلب من حضراتكم بعد إذنكم الاتصال بجهاز حماية المستهلك على رقم 1905
88 مرة تانية 19-5-88، لأنه صحيح في دور رقابي للدولة، لكن إحنا كمان لازم يكون لنا دور إيجابي ودور بناء ودور فعال، إن إحنا كمان نبلغ عن هؤلاء التجار الجشعين اللي يمكن بيستغلوا الأزمة الموجودة دلوقتي، أزمة عالمية بيستغلوها دلوقتي من أجل مصالحهم هم أو من أجل يعني إن هم يقدروا يحققوا هامش ربح مرتفع، فده بيؤدي لارتفاع الأسعار، وإحنا الموضوع بيجي علينا إحنا طبعا بالسلب، بيؤثر علينا، السلع بتغلى، الموضوع بيبقى صعب، فلازم إحنا كمان بدل يعني بنتكلم وبنقول لو في سلع ناقصة بنقول، بس لو في مش بنتماشى مع الشائعات، لو بالفعل في سلع ناقصة طبيعي إن إحنا نقول في سلع ناقصة، بس دلوقتي احنا بنؤكد ووزير التموين بيؤكد على ان احنا عندنا مخزون بالفعل يؤمن احتياجاتنا لفترات مش قليله، وانه حتى خلاص يعني احنا بنتكلم على القمح الموسم كمان، يعني المخزون الاستراتيجي الموجود يكفي حتى نصل لموسم الحصاد، حتى السكر نفس الفكره، بس بعد اذنكم مره تانية لو حضرتك او حضرتك لقيتوا انه في تاجر بيستغل الازمه رفع الاسعار مخزن اي سلع، بعد اذنكم نتصل بجهاز حمايه المستهلك لان ده حقنا على رقم 19-5-88. بصبح على حضراتكم مره تانية، صباح الخير والسعاده وصباح الخير يا مصر.